أهلا ومرحبا بكم في استوديو النقاش. توالت زيارات كبار المسؤولين الليبيين إلى المغرب، آخرها زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وزيارة أخرى في منتصف الأسبوع المنصرم لرئيس مجلس النواب الليبي عاقلة صالح، وزيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد هام في نهاية الأسبوع. في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة المغربية، عبر عبد الحميد الدبيبة عن امتنان وتقديره للجهود التي يبذلها المغرب من أجل لم شمل الليبيين. هنا نتمن جهود دائما المملكة المغربية من خلال جلالة الملك محمد السادس في دعمه للقضية الليبية ودعمه للانتخابات والعملية السياسية والاقتصادية في ليبيا. نحن عانينا في المدة الماضية ما عانينا من انقسامات وتفرق، وكانت الصخيرات بلسم وتجمع اجتمعنا فيه بمختلف طوائفنا. نحن دائما نرى في المغرب الأخ والصديق والأب الذي احتضننا في ظروفنا الصعبة. رئيس الحكومة المغربية أكد بدوره أن المغرب هو بمثابة الشقيق بالنسبة لليبيا بحكم العلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية. المغرب يواصل إذن لعب دوره المساعد والمساند بشكل إيجابي لأي حل يتفق عليه الليبيون أنفسهم. الزميل إبراهيم الغربي والتفاصيل. في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، كان رئيس مجلس النواب الليبي عاقلة صالح في الرباط، وقال في تصريح صحفي عقب مباحثته مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن المغرب يطلع بدور محوري في مسلسل تزوية الأزمة الليبية، ويواكبنا بشكل يومي ويتواصل معنا دائما من أجل تحقيق هذه الغاية، مشيدا بالدور الكبير للمملكة برعاية العائل المغربي الملك محمد السادس ومواقفها التاريخية ودعمها لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم تحت إشراف المجتمع الدولي. واعتبر عاقلة صالح أن لا حل للأزمة الليبية إلا عبر تنظيم انتخابات نزيهة تفرز مؤسسات تحظى بدعم كافة الليبيين وتعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. ومن جهته أكد ناصر بوريطة أن المغرب وطبقا لتعليمات الملك محمد السادس سيقف دائما إلى جانب المؤسسات الشرعية الليبية وسيدعم الجهود الدولية لتسوية الأزمة التي يجتازها هذا البلد المغاربي في إطار ما تم التوافق عليه بين مختلف الفرقاء الليبيين، وخاصة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا. فالمغرب يعتبر أن تنظيم الانتخابات يجب أن يكون الهدف الأساسي للمرحلة القادمة في ليبيا، ويشدد على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية في التحضير لهذه الاستحقاقات حتى تتم في أحسن الظروف. ليس هناك إذن حل برليني لمشكل بشمال أفريقيا ولا وصفة خارجية جاهزة لتسوية الأزمة الليبية كما قال ناصر بوريطة، والحل يأتي من الليبيين أنفسهم. وهذا هو موقف المغرب الذي يلعب دورا مساعدا في هذا الإطار من منطق الوفاء لنهج السلم والوحدة الليبية الذي دأب عليه قصد الخروج من الأزمة. وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع نستضيف من الدار البيضاء الإعلامي والمحلل السياسي يونس دفقير. أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ رضا. أستاذ يونس دفقير، ما الذي تعنيه هذه الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الليبيين للمغرب وهذا التواصل الدائم بين الرباط وجميع المؤسسات الليبية؟ هو في جانب منه ترجمة لتوجيهات الملك محمد السادس للمسؤولين المغاربة بشأن إجراء تواصل منتظم مع التمثيليات الشرعية للشعب الليبي، وهذا التوجيه الذي كشف عنه وزير الخارجية هو ما يفسر في جانب منه وفرة اللقاءات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الليبيين كما أشرتم إلى ذلك، على أن هناك جانبا آخر يتعلق بمؤهلات أو ميزات الدبلوماسية المغربية في الملف الليبي والتي تجعلها ذات مصداقية ومحط تقدير وثقة الليبيين بمختلف في أطيافهم السياسية. وكما تم التأكيد على ذلك باستمرار، فإن التوجه الدبلوماسي المغربي يقوم على عدم الانخراط في سياسة المحاور والتكتلات الإقليمية والدولية في ليبيا، ثم عدم الوصاية على الليبيين، واعتبار أن أي حل سياسي يجب أن يكون مصدره الليبيون أنفسهم وبتوافقات فيما بينهم، لا أن يكون
حلا مفروضا بتوافقات بين القوى الدولية، كما أن التدخل الدبلوماسي المغربي في ليبيا لا تحكمه خافية البحث عن المصالح الضيقة بقدر ما هو محكوم بالمصلحة العليا لليبيا وشعبها. وإذا ما نظرنا للموضوع من زاوية الاحتضان الدولي للحوار بين الفرقاء الليبيين، فإن كل المرجعيات المؤطرة للقاءات تنطلق من مخرجات اتفاق الصخيرات الذي لعب فيه المغرب دورا كبيرا في التقريب بين مختلف وجهات النظر. وحتى بعد أن واجه الاتفاق صعوبات، ظل المغرب متشبتا به وبالمتفق عليه فيه مع العمل على تطويره وتحيينه. ولا يجب أن ننسى أن المغرب تجاوز في الملف الليبي مرحلة الخطاب إلى مرحلة إبراز النوايا بالأفعال في الدفع بالتسوية الليبية. لذلك لاحظنا أن هناك ترتيبات دعم أمني وعسكري ومشاورات حول فتح السفارة المغربية في ليبيا، وقبلها مكتب للشؤون القنصلية، ولدينا أيضا توجه نحو عقد منتدى اقتصادي مغربي ليبي في أفق الدعوة إلى اجتماع اللجنة العليا بين البلدين. فهذه المبادئ الأخلاقية الدبلوماسية وهذه الممارسة العملية الفضلة هي ما يفسر في تقديري هذا الإقبال وهذه الثقة الليبية في المغرب وعلى زيارة المغرب. طيب يونس دفقير، خارج المنطقة المغاربية، احتضنت ألمانيا مؤتمر برلين 2. هذا المؤتمر لم يأتي تقريبا بأي جديد أو بمقترحات لحل الإشكاليات العالقة الآن، باستثناء الحديث عن مسألة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. هل تعتقد أن المجتمع الدولي حريص بالفعل على تنظيم الانتخابات الليبية في الموعد المحدد؟ هل ترى أنه يقدم حاليا حلولا جدية لتجاوز الأزمة الليبية؟ لم يكن متوقعا أو منتظرا أن يخرج مؤتمر برلين 2 بشيء يذكر على غرار نفس النهاية التي انتهى إليها مؤتمر برلين الأول. وأظن أن السبب الأول في ذلك، بالإضافة إلى مدى إرادة الأطراف الدولية، هو أن الخارطة الجيوسياسية التي تحكمت في مؤتمر برلين الأول قد تغيرت قبيل مؤتمر برلين الثاني. ومن علامة ذلك التقارب الجديد بين تركيا وقطر من جهة، ومصر والإمارات من جهة أخرى، وهو تقارب لم يكن من قبل، وكان يحل مكانه تعارض وتناقض في المواقف بين هذه القوى الفاعلة في تعقيدات الملف. ولا يجب أن ننسى لحظات التوتر التركي المصري في الجانب الشرقي من ليبيا، كما لاحظنا أن هناك مسعى أمريكي لاستعادة نفوذ واشنطن في منطقة شمال إفريقيا، مما أربك حسابات برلين وما تبقى ممن يدور في فلكها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لم يجب هذا المؤتمر عن الإشكالية الحاسمة الخاصة بالسلاح وإجلاء المرتزقة، فهذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه العملية السياسية في ليبيا ويهدد إجراء الانتخابات في موعدها. وباستثناء جمل عابرة، ليس هناك أي اتفاق على وضع آلية لمتابعة تسوية هذا الموضوع الشائك، ولا بوادر لقطاع دولية لإنهائه في أسرع وقت. على العكس من ذلك، ترك الأمر معلقا ومفتوحا على كل التطورات السلبية. وأظن أنه على المنتظم الدولي أن يترك لليبيين تدبير ما يخصهم داخليا في الجوانب المتعلقة بتصورهم لترتيبات الحل السياسي. أما المجتمع الدولي فعليه أن يقوم بتسوية القضايا التي يعتبر هو مصدرها، ومنها مسألة السلاح والمرتزقة. ومع الأسف ما زال حتى الآن هناك نوع من الضباب وعدم الفهم في هذه النقطة التي تعتبر التهديد الأكبر للعملية السلمية في هذا البلد. ولذلك أظن أن الليبيين كانوا واعين بأنه لا شيء ينتظر من برلين، ولذلك سارعوا إلى تنويع مسارات اللقاءات الدولية والحرص على أن يكون المسار الدولي مسارا فقط من ضمن مسارات أخرى تلعب فيها العلاقات والتقاربات الإقليمية الدور الأهم. وهذا هو حال التقارب مع المغرب، هذا يعني أن هناك مقاربة جديدة، وهي أن الملف الليبي يجب أن يعالج في إطاره الطبيعي، وهو إطار القوى الإقليمية في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط، والتي لها مصلحة في أن تنتهي مأساة ليبيا والشعب الليبي. طيب يونس دافقير، يعني بالحديث عن مسألة الانتخابات، ما الذي يعنيه تأجيل هذه الانتخابات أو العودة إلى الوراء؟ ما كلفة ذلك على الليبيين؟ يعني ذلك الإحباط، ويعني انهيار الآمال التي انتعشت منذ التوافقات الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع أجندة معقولة لإرساء مؤسسات الدولة والانتقال إلى الممارسة الديمقراطية في تدبير السلطة بدل ممارستها بالعنف والسلاح. وأظن أن هذا الخطر وارد ما لم يتم حتم مسألة السلاح غير الشرعي والوجود غير قانوني للمرتزقة. إن هذا الفشل سيعني أن هناك قوى دولية تشتغل على تأبيد الأزمة، وأن هذه القوى تقيس تطورات الوضع الليبي بمصالحها وليس بمصالح الليبيين. وبالنسبة لليبيين، فإن الانتكاسة في المسار السياسي ستكون مكلفة من زاوية القدرة على استعادة الأمل والرهان عليه، والقدرة على وضع الثقة في المسار السياسي وفي الشركاء الدوليين. ومع ذلك يمكن القول أن تطورات التقاربات الدبلوماسية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط حول هذا الملف قد يكون لها انعكاس إيجابي في تسريع وتيرة المسار
المصالحة، كما أن انفراط عقد هذه التقاربات والعودة إلى تطاحنات هذه القوى الإقليمية سيكون مساعدا لمنتج الفوضى الغير الخلاقة في بقاء الوضع على ما هو عليه وبقاء ليبيا تهديدا لشعبها ولمحيطها الإقليمي والدولي. الإعلامي والمحلل السياسي يونس دفقير، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا لك، شكرا لكل من تابعنا، والموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.